كل عيد أضحى وانتو بخير. كل عيد أضحى وانتو بخير. عيد الأضحى يعني لحمة، واللحمة يعني شوي، فده أنسب وقت نتكلم عن الشواية. أختارها بناء على إيه؟ الحاجات اللي خلي بالي منها وأنا بشتريها. كمان هعمل لكم ريفيو عن الشواية اللي أنا اشتريتها، استعملتها تقريبا 3-4 مرات. فيلا بينا هكلمكم عن أهم 3 حاجات لازم تخلي بالكم منها وانتوا بتشتروا الشواية. واحد، ان تكون أعلى من 1500 واط، وده أي جهاز عامة كل ما الواط فيه كان أعلى كل ما كان أفضل. 2، ان يكون ليها غطاء، لأن الغطاء بيساعد في التسوية، الغطاء بيمنع الدخان أو البخار ان هو ينتشر في البيت كله. 3، ماتيريال أو الخامة بتاعة الشواية تكون حاجة سهلة في التنظيف، يعني تكون جرانيت تكون سيراميك. دلوقتي بقى أنا هحكي لكم اشمعنى اخترت الشواية الكنوة. خليني اقول لكم ان هي نازل منها 2، واحده 1700 واط وواحده 2000 واط. خليني اوريكم شكل الشوايه، الجزء دوت اللي بينزل عليه الدهون وفي اوبشن ان احنا نحط عليه ورق فايل، وده شكل الجريل والماتيريال بتاعته جرانيت، وفيها اوبشن لذيذ قوي الوارمنج مود، وده ان انا ما بخلص شوي ومش هقدم الاكل دلوقتي مثلا وعايزه الاكل يفضل دافي فبشغله، بتفضل محتفظه بحراره الاكل. وزي ما كلمتكم عن الغطاء، لانه طبعا بيحافظ على البخار اللي بيطلع من الشوي، فده بيساعد في التسويه. وفي تراك بعملها، بسخن فحمه وبحط عليها اي ليكويد بتدي ريحه الشوي اللي احنا متعودين عليها. لو في حد عنده اي سؤال يكتبه لي، وما تنسوش الفولو واللايك والسبسكرايب. كل سنه وانتم طيبين.